دكتور رائد، صباح النور واهلا وسهلا بحضرتك معنا. صباح الخير لكل المشاهدات والمشاهدين المالي. يسعد صباحك. طيب بداية خلينا نستعرض الفكرة، دخل أكبر لوظيفة الزوجة أو حتى سفرها مثلا للدراسة بالخارج أو العمل خارج البلاد، الزوج أصبح مسؤولا عن الاهتمام بالمنزل وبالأبناء، لماذا نستهجن هذا الوضع؟ هل هو فعلا خاطئ؟ ليس هناك من شيء خاطئ في أنه المفهوم الزواجي للثنائي، هل هيدا شيء كانوا حاكين فيه قبل الزواج؟ هل هو يتقبل خاصة الرجل أنه زوجته تشتغل؟ هل لما عندما تم التعارف كانت تعمل؟ هل هي امرأة عاملة من أصلا قبل الزواج منه؟ طيب إن لم تك إذا كان قبل الزواج منه معناتها يجب أن لا يكون هناك أي اعتراض، لأنه هي أصلا عندما تعرفت إليها كانت عاملة خارج المنزل، كل مرأة هي عاملة لكن عم نحكي خارج المنزل، يعني تدخل مدخول معين، أو هذا شيء استجد فيما بعد بحكم الحاجة المادية للعائلة. كانوا حكين فيها؟ هلا ممكن يكونوا ما يكونوا حكين فيها، لكن هي تعرف أنه زوجها منفتح لهالمسألة هذه طبعا، وهي تعمل خارج المنزل، إذا ما في مشكلة. هو تقليدي وما فيها شيء غلط إذا كان تقليدي، بس أنه بدها تكون هي عارفة حالها أنها تتزوج من رجل تقليدي. تقليدي معناتها انت مكانك داخل المنزل مهما كانت الحاجه الماديه عم تشتد بالعائله. انا بدبر حالي، طيب كيف بتدبر حالك؟ خلص انت شو بدك؟ طيب ما بجوز. هيدي مساله، المساله الثانيه هي هل مدخولها اكثر من مدخوله؟ لا، عدد لا باس به من الرجال ماشي الحال، اوكي ممكن انا ادخل اكثر، ممكن هي مدخولها اكثر، بس في بعض الرجال بتشكل له مثل ما بنقول عقدة نقص، وكأنه أنا صرت أقل رجولة أو ذكورية أو شو ما كان، يعني ليس باستطاعتي أن أقوم بدوري كاملا لأنه زوجتي صار مدخولة أكثر مدخولي. لذلك نجد بعض الرجال يضعون العقبات بطريق تطور الزوج المهني، خاصة حضرتك ذكرتي التحصيل الأكاديمي، إن كان خارج البلد اللي هن عايشين فيه أو داخل البلد. هيدي فيها شيء من الغيره، ربما تكون انه هلا هي ستحتك بفئه عمريه معينه، رح تتعرف الى عدد كبير من الصبايا والشباب، بالنسبه له الشباب هي المشكله، وممكن يكون مثل ما ذكرت قبل انه انا تحصيل الاكاديمي بكون هون وهي صار معها دراسات عليا مثلا، مع ماسترز ماجستير مع ماسترز ديجري، معناتها انه صار حتى وضعي اجتماعيا أمام معارف أنه زوجته متعلمة أكثر منه، يعني ربما نعم دكتور، يعني موضوع غيرة الرجل بعض الأحيان من نجاح المرأة هو موضوع كبير جدا، وربما نفرد له حلقة خاصة للحديث عنه، ولكن هنا سؤالي، حتى في حالة أن اتفق الزوجان على تبادل الأدوار، اعتدنا على وجود سلطة معينة عند الرجل بالاهتمام بكل القرارات التي تخص العائلة في الحالة التي نتحدث عنها اليوم، هل من الممكن أن يؤدي تبادل الأدوار إلى سحب هذه المميزات منه فلا يعود متحكما ولا يعود صاحب قرار؟ لا، من الممكن أنه يكون هو لا تعمل خارج المنزل، ما عندها مدخول، وتكون شريكة بالقرار متساويين، أو يمكن معظم القرارات لها وهي بالمنزل ولا تعمل. هلا عند الاكثر يمكن لا، انه الرجل هو اللي بياخذ القرارات خاصا بالقضايا المفصليه. هلا اذا انقلبت الادوار واصبح دوره فقط بالمنزل، معناتها انه وبطل له كلمه، كما بطل ان يكون له كلمه كما كانت عليه الحاله في السابق قبل ان تعمل زوجته خارج المنزل، معناها انه هيدا الشأن السلطة إن صح التعبير أو اتخاذ القرار مرتبط بالمال، مرتبط بالمادة. من يدخل له الكلمة الفصل. كمان كل ثنائي هن حرين، هلا كل واحد كيف بينظر له، أنا شخصيا بنظر له طبعا إنه نظرة خاطئة، إنه يكون قرارك لأنك تدخل صار في باور، صار في قوة، صار في سلطة. لا، مفروض انه اثنيناتكم كان دوركم قبل ما ان تعمل زوجتك شيء، ويجب ان يبقى على ما كان عليه سابقا، الا اذا انت اقتناعا
اثنيناتكم اقتنعتوا انه يصير في مجال اخر بامكن اخرى بعلاقاتنا، صارت زوجتي ان تقرر اكثر كثير منيح، وهذا قد لا يتعلق بعملها خارج المنزل حتى. نعم. فمساله اشياء دخلها بنشاطات اولادنا، اشياء مدرسيه او غير مدرسيه، حتى عدد كبير وكبير جدا في العالم العربي المراه ممسكه بمصروف المنزل. نعم. حتى ولو لم تكن عاملة خارج المنزل، فلها القرار بما تشتري وتبتاع وإلى آخره. ما عم نحكي بس من حاجيات السوبر ماركت والأمور الطعامية، عم نحكي حتى من أثاث المنزل التوفير، كي شو نغير أثاث فرش غرفة الاستقبال مثلا. نعم. هذا القرار يعود بكثير من العائلات. طيب دكتور، خليني أدمج سؤالين بسؤال واحد هنا. في بعض الأحيان المرأة دائما لا أو مش دائما، خلينا نقول في أغلب الأحيان لا تمانع القيام بالدورين، هي تعمل خارج المنزل وتهتم بداخل المنزل، الرجل دائما هو الذي لديه هنا المشكلة. ويعني مع ملاحظة أنه لا يمانع في كثير من الأحيان أن تشاركوا في إدخال مدخول للمنزل، ولكن عندما يأتي الحديث عن جلي الجليات، طبخ الأكل، الاهتمام بالأطفال ولو لبعض الوقت، يتمنع ويرفض ذلك. وهنا نريد أن نتحدث عن تأثير ذلك في العلاقة بين الزوجين، وهل هي بسبب نظرة المجتمع واتهامه ببعض الأمور في بعض الأحيان فتجعل من ذلك غير مقبول بالنسبة للزوج؟ خلينا نستثني بعض الرجال الذين يقومون بدورهم كاملا داخل المنزل بالاشياء اللي حضرتك ذكرتيها. صح. لكن لا، انا بقول ما هي يعني ليس خائفا من نظره المجتمع اليه بالنسبه لي ما يقوم به بالمنزل، لانه يمكن برا ما يعرفوا ماذا يدور في المنزل. نظرته هو بتصير دونيه، وكانه انا صرت مثل ما ذكرت قبل اقل رجوله اذا بدات اقوم بالاعمال التي المنوط بها تقليديا للمراه. فاذا بدها فترة زمنية، يعني لما يصير في تحول ترانزيشن بالمجتمع، لما يصير في تحول بياخذ وقت جيل او جيلين حتى يتمكن الرجل وتصير هو يقبل على نفسه وبالمجتمع انه يقوم بكل هذه الادوار. بالبلدان اللي فيها اكثر مساواة بين الرجل والمرأة، لانه ما في ولا دولة بالعالم فيها مساواة بالمعنى بالادوار الحقيقي، فيه بلدان متقدمة عن غيرها. خلينا ناخذ البلدان أكثر تقدما بالنسبة للعب الزوج والمرأة الأدوار ذاتها. واثنيناتهم، إذا أخذنا ثنائي زوجين بهذا البلد اللي عم نحكي عنه، وقالوا اثنيناتهم اتفقا اثنيناتهم لا نحن بنقوم بالأدوار 50-50%، 50-50%، 50-100% بالبيت، كل شيء بالتساوي. إذا نزلنا على تفاصيل ما يقومون به بالبيت بيطلع انه المرأة تعمل اكثر بالمنزل من الرجل. نعم. طيب لدينا عندهم شغل خارج المنزل. نعم، لدينا دقيقة دكتور، اذا اردت ان تعطينا نصائح للازواج الذين لديهم الرغبة في اتباع هذا النمط من الحياة، احيانا الرغبة احيانا هم مضطرون، نسبة كما ذكرنا ربما راتب الزوجة اكبر او ايا كانت الاسباب، ما هي الامور التي يجب الانتباه لها؟ لا، أهم شيء ما الذي يسهم في إضفاء عامل السعادة الزوجية، الاكتفاء الزواجي. فإذا كان أنا كرجل أقوم بهذه الأدوار داخل البيت، بصير درجة الاكتفاء، وخاصة إذا زوجتي عاملة مثلي خارج المنزل، لا بل ممكن تعمل ساعات أكثر، معناتها أنه أنا بدي ما أطلع خارج المنزل، علي أن أنظر داخل عائلتي. هذا شيء يلائم هذه العائلة، ما يلائم ابن عمي أو شقيقي قد لا يلائم. فإذا كل واحد بده ينظر لمصلحته العائلية. نعم. دون التأثر بما يقول يعني فلان أو نعم، يعني ربما دكتور هو كما ذكرت حضرتك هو قرار يتخذ داخل العائلة تماما، ويجب التشاور حوله وأخذ الوقت الكافي وترتيب ربما جاء كافة جوانبه وتفاصيله الصغيرة لتجنب الوقوع في إشكالات أكبر مستقبلا. الاستشاري في التوجيه والإرشاد الزوجي والعائلي دكتور رائد محسن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا.